بسم الله، معكم عمر سليم. ان شاء الله شفت دلوقتي تطبيق تعليم الاطفال. ده الموقع اسمه AR فلاش كارت، او ممكن تدخل على الاندرويد تعمل سيرش على AR فلاش كارت. الفكرة كلها ببساطة ان في ورقة بيبقى فيها كل الحروف مثلا، او بيبقى فيها الكواكب، او بيبقى فيها حيوانات. مجرد ان انا اشغل البرنامج بيبدأ يحولها لل 3D. يعني مثلا خليني اشغل البرنامج، تمام، هو اوتوماتيك حرف سي بجيبها لي كات. مجرد ان انا ادوس على الكات ديت بيبدا يتكلم. حرف الدي اللي هي دوج، الاف فروج، هو بتدوس عليها بيقول لك ان حرف الاف فروج، اي اليفانت، تمام. فبتبدا تشوف الحروف كلها، وكل حرف بيبقى ثلاثي الابعاد تبدا تشوفه. الرياضيات في الطفل بيبقى استيعابه اكتر للحاجه لما يشوفها 3D او تقنيه الاوجمانتد رياليتي.